اللي شو المشكلة؟ شبك ليش هيك خايف كتير؟ ليك لا تخاف وتاكل هم، ايه؟ أنا ما رح روح وأتركك لوحدك أبداً. أنا بدي ضل عم ضايقك كل العمر. ليش متضايق كل هالقد؟ أنا مو متضايق من شي، ولا حد تسأليني هيك أسئلة سخيفة وما إلا طعمة بترجعكي. طيب أنا آسفة. شو الدكتور قالك؟ يعني إنه معي شي مرض ما له علاج مثلاً أو ديبتي ديبتي بكفي. الدكتور ما قال لي شي بالمرة وما رح يصير لك أي شي أبداً. طيب ليش عم تعاملني هيك؟ أنا مرضانة وعم تعيط علي كمان؟ آسف، أنا بعتذر. تعرف شو؟ أنا كتير مبسوطة لأنك قاعد معي وما تركتني. ما رح يصير شي أدبتي، يا ريت المرض مو لإلك. لا أنا بعرف إنه ما رح يصير لي شي. أبي أنا رح أتحسن عن قريب صدقني. فيني أطلب منك شغلة؟ جربي وشوفي، أنا مستعد أعطيك كل حياتي. بس أنا بدي إياك يا أجدب تضل معي كل العمر، ولا لتكون أنت ما عاد بدك ياني. أنا بدي منك شغلة كتير صغيرة. تمني. ايه بس مو تتراجع لما انت تعرف طلبي. ما رح اتراجع. انا بدي منك بوسه.